ابتداء الإطار هو جزء من المشكلة أصبح وليس جزء من الحل. ما نسمع يا الله، يقول الإطار جزء من المشكلة. أي فعلا حقيقة، لأنه أولا كلنا أعطينا كل المبررات للإطار أن يسمح للقوى السياسية السنية أن تتوافق فيما بينها على آليات، إما الاتفاق على مرشح واحد أو القبول بأن يدخل إلى البرلمان أكثر من مرشح. وهذه مدة تقريبا تجاوزت 8 أشهر ولكن دون نتيجة، وبالتأكيد ضمن الصراعات الحزبية. ليس من مصلحة أحد أن يتنازل عن استحقاقه أو ما يراه استحقاق أو عن مرشحه لأنه يراه هو الأفضل من غيره. هنا يفترض بالإطار أن تنتهي المدة التي أعطيت للقوى السياسية السنية، هذا أولا. وبما أنهم قد قطعوا الطريق أمام أي مرشح جديد على اعتبار أنهم لن يسمحوا بفتح أو تعديل النظام الداخلي، وإذا أمامهم خياران الإطار، إما أن يذهبوا باتجاه عقد جلسة للتصويت على أحد المرشحين الثلاث أو على أقل تقدير أبرز المرشحين السيد سالم العيساوي والدكتور محمود المشهداني، ومن يحظى بأغلبية فعلى الجميع أن يبارك.